طيب كابتن حسام البدري، مساء الانوار. مساء الانوار كابتن مدحت، مساء الخير. يعني انا ما باركتلكش من لحظه عودتك من اليابان، مليون مبروك على الاداء الرائع والنتيجه الجميله في ظل الظروف اللي احنا فيها يا كابتن حسام. الله يخليك كابتن مدحت، ودايما موفق ان شاء الله. الله يخليك. يعني حابب تعقب لنا ايه على القرعه والدوري والقس والمجموعتين والكلام ده؟ والله طبعا يمكن موضوع القرعه ده انا خسرت بيه النهارده. عندنا طبعا هي الدوره بتاعت الرخصه ايه، وزي ما انا علمت يعني ان الكلام مش اكيد لسه، لكن انا اخترت بالفرق. لو قيمت طبعا القرعه بقول طبعا يمكن طبعا مجموعتنا اقوى في اسماء الفرق اللي موجوده في المستوى. فده لو كان عن طريق القرعه فخلاص بالنسبه لنا شيء مقبول، لان دي قرعه. وفي نفس الوقت بالنسبه لنظام المجموعتين، اعتقد انا قلت قبل كده ان اتحاد الكره طبعا هو الادرى بالمصلحه في الوقت الحالي، وبالذات في الظروف الصعبه اللي احنا بنعيشها. تمام. ان البعض كان معترض على حته المجموعتين. انا بقول طبعا في امور كثيره يعني مش معلومه لينا، سواء امنيه او تنظيميه، فلابد ان احنا نتقبل اي تنظيم في المرحله الحاليه حتى تسير الامور يعني. برافو. وترجع لطبيعتها يعني. صح. هو ده رأي يعني بشكل عام. لا ده رأي محترم جدا. طيب من وجهة نظرك تحديد المراكز الأولى يتم إزاي؟ المراكز الأولى إزاي؟ على المجموعتين، يعني هل ناخد أول وثاني، أول وثاني يعملوا دوري من دور واحد في نهاية المسابقة، ولا ثلاث فرق وثلاث فرق، وهل دوري من دور واحد، ولا أول مع ثاني وثاني مع أول، عشان نحدد مين بطل الدوري؟ لا أنا بقول طبعا الواقعي طبعا أولا لازم دراسة ارتباطات المنتخب المصري بشكل طبعا جيد جدا. في نفس الوقت على ضوء ارتباطات المنتخب وارتباطاته الودية والرسمية يتم طبعا وضع نظام للبطولة. إذا كان الوقت هيسمح يبقى الأفضل طبعا إن كل مجموعة تلعب مباراتين يعني رايح جاي. لا لا ما هو ده هيتلعب مباراتين، انا بتكلم يا كابتن في نهايه طبعا. لا يبقى لا انا اعتقد يعني طبعا من رايي ان هم يبقى الاول والثاني من كل مجموعه ويتعمل بينهم دوره ويبقى يفوز بقى واحد يعني. دوره من دور واحد ولا من دورين؟ لا من دور واحد. من دور واحد يعني تلعب ثلاث ماتشات. بالظبط. تلعب ثلاث ماتشات. وعموما لو زيمبابوي انسحبت وفق ما احنا بنقوله يبقى الوقت مستريح جدا لكل الامور دي. ما اعتقدش يا كابتن مدحت طبعا، يمكن الكلام ده برضه بيقال اشاعات، ما اعتقدش ان هي تنسحب يعني. انا بقى شايف ان ده ما ياثرش على جدول الدوري. واعتقد ان لابد ان الامور بقى تسير على طبيعتها، وفي نفس الوقت نتقبل الظروف بقول الحاليه، سواء مجموعتين او سواء دور واحد او كده، دي ظروف استثنائيه. احنا بنحاول طبعا ان الظروف ترجع لطبيعتها، وفي نفس الوقت لابد ان احنا نكون متقبلين اي شيء. هننتظر بكره، مش عارف بيقول هيحددوا تاني القرعه ولا مش القرعه، لكن نتقبل اي شيء عشان الامور تمشي يعني ايه بهدوء يعني. كلام محترم يا كابتن حسام. طيب عندي بقى كم استفسار كده في السريع يا كابتن. سادومبا. سادومبا خلاص زي ما عرفنا المريخ تعاقد معاه. خلاص يعني هو براك كده. طيب هل 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 هناك بديل؟ بنبحث عن بديل اخر. افريقي ولا محلي؟ والله المطروح دلوقتي كذا واحد افريقي، بنعمل لهم طبعا فلتره كده ونشوف، ربنا يسهل باذن الله. كذا واحد من اختيارك انت يا كابتن، ولا لجنه الكره عرضها؟ والله لا مش اختيارات لجنه الكره، ما لهاش دعوه بالاختيارات لجنه الكره خالص. لا لجنه الكره ما بتختارش يعني، لكن هو بيجي لنا سيديهات، بيجي لنا من التسويق برضو بعض اللعيبه المعروضه بنشوفها وندي رغبتنا، وبنشوف بقى معايير كثيره جدا طبعا يعني، اللعيبه العقود منتهيه، المبالغ الماليه، كل ده اللي هي بتناسبنا في الظروف الحاليه. طيب احنا بنتكلم في راس حربه يا كابتن مش كده؟ بنتكلم عاوزين راس حربه، وعاوزين طبعا لاعب وسط طبعا. لاعب وسط ديفندر. ديفندر. طيب لو اتكلمنا في راس الحربه، انت حضرتك عندك دومينيك ده هيمشي خلاص؟ لغايه دلوقتي مش واضح. هو دومينيك قبل كده ابدى رغبته ان هو عنده عقد خارجي، واحنا في نفس الوقت قلنا له ما عندناش مانع، بس ندرس ونشوف هل الامور هيتم الاتفاق عليها من الجانبين. اذا ما جابش عرض مناسب بيبقى موجود، لكن دومينيك مش راس حربه. مش راس حربه. راس حربه صريحه. طب اوسو كونان خلاص مشي؟ اوسو كونان معار دلوقتي وعنده عرض اخر، لكن هو معار دلوقتي. يعني ما تقدرش تحتسبه معاك كراس حرب؟ لا هو مش في الحسابات دلوقتي لانه معار. معار. طب مين عندك راس حربه غير عماد متعب يا كابتن انت بتعتبره راس حربه؟ الاستاذ حمدي.
يعني عندك اثنين فقط، غير انت بتعتبر عندك اثنين في حال تسويق دومينيك. طبعا اثنين بس اللي موجودين، وانت عارف حضرتك الارتباطات الكثيره طبعا افريقيا او محليا. وممكن لا قدر الله يحصل اي حاجه، في نفس الوقت لابد ان نبقى مستعدين طبعا من بدري، لان طبعا عمليه الانسجام بتاخد وقت طبعا. كمان جميل. طيب بالنسبه للكبار، هل تم الاتفاق على التجديد اليوم يا كابتن حسام؟ لا، هو الرغبه طبعا انا كمدير فني اوصيت ان الكل يتجدد له طبعا، يعني انا هم قادرين على العطاء، وفي نفس الوقت انا محتاجهم في الفتره الجايه. لكن حته بقى المناقشات في العقود وفي الفلوس والمبالغ كلها دي طبعا مش بتاعتي انا بقى، بتاعت مدير الكوره والتسويق ولجنه الكوره. لكن انا اكدت ان طبعا استمرارهم وبناء عليه وبيبقى راي المدير الفني، يعني هو كلهم موجودين ان شاء الله. طيب اكدت على وجودهم جميعا، ولكن هل تحدثت في المدد الخاصه بكل واحد ولا ما بتتحدثش في الامر ده؟ ما كان في مدحت المدد مش مشكله، يعني المدد مش مشكله، هو كل واحد قادر على العطاء بيستمر. انت ممكن في الوقت الحالي انت تقول اي لاعب انت مجدد 3 سنين وينتهي التعاقد اللي بينك وبينه بعد سنه. ممكن واحد تقول له سنه تحتاج انك تجدده تاني، وهو يبقى له الرغبه ان هو يستمر تاني. اوكي. ان هو التعاقد طبعا ما بيبقاش لمده سنه، يعني ما احنا ما بنعملش تعاقد لمده سنه. يعني سنتين على الاقل، من سنتين لثلاثه. طبعا بالظبط. طيب حارس المرمى كابتن حسام، ايوه حضرتك بتبحث عن حارس مرمى؟ لا طيب بنبحث عن حارس مرمى. طيب ويمكن كان في يعني كلام على عبد المنصف، لكن عبد المنصف اعتقد ان موضوع انبي وعرضه مبلغ مالي طبعا مش مقبول بالنسبه لنا، لان هو اتقال لنا ان عبد المنصف عنده شرط، او ممكن هو طبعا يخلص اموره نتيجه الصعوبات برضه اللي بتعيشها الانديه في الوقت الحالي. فكان في تفكير لعبد المنصف لانه عنده خبره، اذا طبعا زي ما علمنا ان انبي متمسك بيه هنبحث عن حارس اخر. يعني هو اما هو يخلص نفسه بمعرفته ويجي لكم، يا اما يبقى يا اما هو باقي مع انبي. بالظبط. هو طلبه 6 مليون اعتقد يا كابتن. والله كابتن مدحت ما اعرفش بالظبط كده، لكن اتقال لي ان هو طلب مبلغ مع 4 مليون او 5 مليون. وفي الوقت الحالي الكلام ده طبعا حتى مش مقبول، صعب جدا. صعب جدا على الانديه كلها طبعا زي ما حضرتك عارف يعني. بالظبط. طب بديله ايه في حاله عدم الاتمام معاه كابتن؟ انا حاسس يا كابتن مدحت والله يعني لسه علي لطفي مش في الصوره يا كابتن؟ لا علي لطفي هيبقى صعب، لان انا اسمه يا ريت علي لطفي طبعا، لكن هيبقى صعب ان انبي يسيبه يعني. صعب انبي يسيبه برضه. طبعا. يبقى ما فيش الا ابو جبل او بسام اعتقد كده يعني. طيب نروح لل ما انا اقولها خدنا لحته ثانيه بس واقوم انا لممها تحت رجلي عشان ما حدش يحط وش رجله فيها يا كابتن. ماشي. وانت طول عمرك باك وما حدش بيعرف ياخد منك كوره يعني. هعمل عليك ضغط بريشر. طيب بالنسبه للمنتخب يا كابتن اللي هيلعب ان شاء الله مع كوت ديفوار وغانا، وانت حضرتك هتلعب مع الهلال اعتقد في نفس التوقيت، هل تم التنسيق؟ تم التنسيق. كان في النهارده طبعا هو موضوع اللي بقول لحضرتك الدوره اللي انا بحضرها يوميا دي، فكان في اتفاق مع جهاز المنتخب، وفعلا راح سيد عبد الحفيظ وقعد مع مستر برادلي واتفقوا يعني على التنسيق، ان هيتم الاستعانه بوائل جمعه والسيد حمدي. هيلعبوا المباراة بتاعت يوم 10 مع كوت ديفوار ان شاء الله. مع غانا اعتقد، لا مع غانا. اوكي. غانا يوم 10 ان شاء الله، وهيجوا لنا طبعا على طول على السعوديه، وبعدين المجموعه كلها بعد كده ان شاء الله تنتقل من السعوديه الى المنتخب تاني، عشان هيبقى عندهم مباراه كوت ديفوار باذن الله. انت ماتشك يوم 13؟ انا 11. انت 11. يعني هو يلعبوا ماتش 10 ويجولك على اساس اوكي، وبعدين ما يخلصوا ويرجعوا ويطلعوا على المنتخب تاني باذن الله. ولو ان فيها اجهاد هيبقى كبير قوي على اللعيبه دي يا كابتن. بس هو حضرتك عارف انت، هي الموضوع كلها السعوديه وابو ظبي، المسافه بسيطه يعني. بالظبط. اخيرا سعيد بخبر عوده الدوري يا كابتن حسام؟ اكيد سعيد. اكيد طبعا سعيد لاسباب كثيره يعني. وزي قلت لي انا مش هقول لك لاسباب رياضيه الاول، لا هقول لك لاسباب خاصه بالبلد نفسها، ويعني رجوع الامور لوضعها الطبيعي، وان الناس تعيش بحياتها الطبيعيه، واكيد بقى على الجانب الاخر على الجانب الرياضي بقى، ان الرياضه طبعا ترجع والكره ترجع
والناس المصالحها متعطله، لان صعوبات طبعا يمكن احنا من اكثر الانديه اللي حاسه بالصعوبات دي نتيجه الحجم الكبير اللي احنا بنتعامل فيه، سواء للنجوم الموجوده عندنا والمصاريف اللي موجوده عندنا واشياء كثيره يعني. فيمكن بعد انتهاء البطوله الافريقيه عارفين ان هنعاني حتى نفسيا من عدم وجود اي بطوله، واتمنى طبعا عودتها كمان للاستعداد تاني للمشوار الافريقي اللي هنبداه باذن الله بمباراه السوبر يوم 27 باذن الله. بالظبط انا بتفق معاك تماما. طب معلش انا برضو طلع عندي سؤالين تانيين يا كابتن، معلش. السوبر الافريقي هل بدات الاستعداد له يا كابتن؟ اكيد يعني يوبار اتفرجت عليه؟ عندنا السيديهات بعتنا سالنا على الدوري بتاعهم، طلع طبعا الدوري لسه مش هيستانف دلوقتي، هيستانف في بدايه فبراير، لان كنت عاوز اروح اتفرج حتى على مباراه لايف كده. عندنا السيديهات وهنشوف برضه باذن الله في بدايه فبراير باذن الله، يعني هنشوف انا اروح لحد يروح تاني يتفرج عليهم ونتابعهم، وبجانب بقى المباريات اللي هنخوضها ان شاء الله في الدوري هتبقى باذن الله. هل يمكن لاي دوري ان هو يتلعب بدون هبوط؟ يبقى له طعم؟ هيبقى صعب طبعا، لكن انا بقول لك يا كابتن مدحت يمكن غياب الدوري لفتره طويله جدا وفي نفس الوقت الصعوبات اللي احنا كان بيها حسينا بيها، اعتقد برضه يعني الانديه كلها هتبقى عندها رغبه وهيبقى في سعاده بقى ان الدوري يرجع تاني. رغم ان هيغيب عنصر مهم جدا سبب الاتحاد قرر، انا بقول يبقى فيه هبوط او ما فيش هبوط، اعتقد ان احنا عليه نتقبل هذه الظروف الاستثنائيه في العام الحالي ده عشان البص ترجع لطبيعتها يعني. يعني مش عاوزين نخوض في حته ان احنا في هبوط وما فيش هبوط وفي مشاكل، اعتقد اهم حاجه ان الدوري يرجع ونلعب وتمر السنه دي، وبقى بعد كده الامور كلها ترجع لطبيعتها ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك كابتن حسام، شكرا جزيلا. بشكرك كابتن ميحي. اشكرك.